نستهل جولتنا لأبرز مواضيع صحف آسيا وأوقيانوسيا لهذا اليوم من إندونيسيا، إذ كتبت صحيفة جاكرتا بوست أن عجز الموازنة الإندونيسية انتقل إلى 54.11 مليار دولار في نهاية أكتوبر تحت وطأة القروض لمواجهة انتشار كوفيد-19. وأشارت اليومية إلى أن السياسة المالية تهدف إلى تحويل التعافي الاقتصادي إلى انتعاش اقتصادي مستدام وقوي، مضيفة أنه يتعين على الحكومة الإندونيسية مواصلة الإنفاق العام لمواجهة وباء كوفيد-19. وفي موضوع آخر، ذكرت جاكرتا جلوب أن شركة غارودا إندونيسيا تعتزم إصدار سندات بقيمة 600 مليون دولار بحلول نهاية هذا العام للحفاظ على استمرار الحركة الجوية للشركة. وأوضحت اليومية أن شركة الطيران سجلت خسارة تفوق 1 مليار دولار في الأشهر التسع الأولى من هذا العام، بعد أن حققت أرباحا بلغت 123 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وننتقل إلى الهند، كتبت صحيفة هندوستان تايمز أن البلاد كشفت عن مشاريع تنموية جديدة في أفغانستان، بما في ذلك سد لتزويد كابول بالمياه و150 مشروعا مجتمعيا بقيمة 80 مليون دولار. وفي ملف آخر، أفادت صحيفة The Indian Express أن الجيش الهندي أطلق بنجاح يوم الثلاثاء صاروخ كروز الأسرع من الصوت في خليج البنغال. ونختتم جولتنا من الصين، إذا أفادت صحيفة الشعب أن رئيس الصيني شي جين بينغ تعهد بالعمل مع نظيرته الإثيوبية على تعزيز التعاون الصيني الإفريقي والبناء المشترك لمبادرة الحزام والطريق من أجل تحقيق المزيد من الفوائد للبلدين والشعبين أيضا. وعلى صعيد آخر، كتبت تشاينا ديلي أنه بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أكدت إدارة الخدمات العامة الأمريكية أن جو بايدن هو الفائز الواضح في هذه الانتخابات. وقالت الصحيفة إنه يمكن لبايدن أن يتخذ إجراءات لإصلاح العلاقات الصينية الأمريكية وعكس عملية الانفصال.